السلام عليكم، دستروا قناة دستروا على اليوتيوب. معنا فيديو بعنوان أفكار الأعلام. ده فيديو عنك، اشترك في القناة واضغط لايك. والله نبدأ الفيديو. بدأنا الفيديو. الفيديو بدأنا بيرسم على بتاع عندي عامل صيني، بس دي بيعمل لي بسرعة خيالية. طبعا شوف السرعة كمان، مش في وص اللي هو بيعمله، لا بيحط هناك على طول في اللي بتاع هو ماشي في كده بتاع ماشي وبيعمل على طول بس من غير ما يشوف. واو واو، عامل مرة رائع. دي برضه برسم على الحيطة، بس دي شكله فنان طبعا، شكله فنان. شوف عمال يرسم ازاي، برسم مرة روعة. دي برضه فنان، برضه برسم بالفرشة، بس دي برسم بالفرشة، برسم في لوحة ولا حاجة. شوف هتطلع في الآخر دلوقتي، وبتطلع في رسمة رائعة. شوف دي بيعمل نجيلة، دي بيعمل قصدي الشبك، الشبك بتاع الاستاد وكده. وزي الشبك دي برضو نوع من الطعام، يعني بيض طعام. شوف دي بيعمل نظام زي الهمبرجر وكده، مش عارف برضو اسمه ايه، بس دي مرة رائعة. دي بيعمل عامل الخرسانة، بيخليها كلها مساوى بعض، بيخليها كلها مساوى بعض، مش في حتة عالية ولا حتة واطية، ويكون في عمال وراه بيجيبوا لي المونة اللي ورا بيحطها جوه. دي برضو بيساوي البتاع، بيساويها كلهم جنب بعض على طول. دي النشيلة، بس بتكون النشيلة طبيعية طبعا، مش تكون نشيلة صناعية، عشان النشيلة الصناعية مستحيل يشيلها بالسرعة دي. دي بيرسم شكل على بتاع. دي النوع برضو نوع الطعام. واو بيعمل ايه ده، شكله يعمل محشي ده ولا ايه؟ واو دي واحدة، مش واحد. دي برضو بيعمل، دي قصدي جاشة عاملة بتاع بلون وكده. شوف دي بيقطع بقى، دي اللي بيقطع هدوم بالليزر، بينقطع بالليزر على طول، بيعمل بتاع يقطع بيكون بالليزر، مش بيقطعها بالمقص عشان قطع ايه تيجي مظبوطة لكل حاجة. دي برضو عامل بيشيل بتعمل أرضية، حد يكون على الأرض تمنع المية، عايز المية، عايز صوت يشيل. دي عامل برضو زي اللي فوق، بس دي بيرسم رسمة، بيعمل انجاشة، بيعمل ديكور في الحيطة. دي بيصرف بقى الكوتشات، الكاوتشات ازاي بيعيدوا تأهيلها تاني، يعني بتكون اتهلكت من كتر البتاع هما بيعيدوها تاني عشان ترجع تاني. دي بقى بيرسم خطوط في الشوارع المرور وكده، او مكان ركن السيارات. واو دي بيرسم بقى على الرخام، بس هي بالنار، بالنار بيعمل ايه؟ واو بالنار. دي بقى نفسه بيعمل كرانيش، مش ده بيعمل كرانيش ازاي عشان لسه بقى تنباع، وده كله كرانيش ديت. ايه دي جلام دي ولا ايه؟ بيحطها في المية بتلاقي اللون احمر على طول، ازاي دي؟ واو واو. دي بقى بيعمل خشب، بيشيل الحتة الميتة النشوي، شكله بقى يعمل بيه اي حاجة، سفرة اي حاجة. دي نوع برضه من الطعام، دي عيش عامل زي العيش ده ولا اي ايه مش عارف. دي بيعمل كوباية بيحطها بتروح هنا تطلع بتاع على طول. دي بغلف في السلك، بس بيكون على كذا مراحل، مش مرحلة واحدة. تغليف السلك، سلك الكهرباء طبعا. دي الزجاج، دي برضه بيرسم رسمة على الزجاج، جزاز قلت انا لسه جاي الجزاز والناس بس رسمة مرة روعة دلوقتي. هنشوف دلوقتي عامل ازاي، عمال يرسم اهو. دي برضه لون الأرضية، أو بحط عايز الماء، أو دي ملعب تنس، يكتب ملعب تنس ازاي، حط مواد نططية وكده. دي بيجفف المواسير من الحرارة، بيجففها. شوف بيجففها ازاي، واو واو. شوف بقى اول ما نزلها، شوف المية عاملة ازاي، شوف المية نزلها تفور ازاي، المية سخنت بتاع برضه يكون ساخن برضه. دي برضه بيعمل ده. خش نزل الاشتراك، ناس 1000 مشترك واضغط لايك، ناس الاكبر لايكات ومع السلامة.